800 نيوتن، وزاوية بينها وبين السينات بالسالب تساوي 35. تمام؟ وش يسوي أو شنو يريد المحصل المركب؟ فلازم نحلل، نحلل هذا على الواي وهذا على الاكس. ليش شو اسمه هنا حللناه على السالب ما حللناه بهذه الجهة؟ لأن اتجاه المركبة اتجاه بهذا الربع الثاني، فالاكس تروح هيجي والواي هيج فوق، اتجاه المثلث فوق هذا. واضحة؟ فهذا الزاوية مالتها بين من وبين من؟ بين الاكس وبين المركبة. فالأقرب هي تأخذ الكوساين، والأبعد تأخذ الساين. فالأقرب هنا أخذت الكوساين، كوساين يا الزاوية، الزاوية هاي 35. هنا خلينا إشارة السالب قبلها، ليش؟ لأنه هذا استعقلنا الواي لما كان بالأسفل أخذ إشارة سالبة. هنا الأكس لما تكون على الجهة اليسار تأخذ إشارة سالبة. تمام؟ فبعد ما حللنا الأقرب يأخذ كوساين والأبعد يأخذ ساين، والأف موجودة عندنا هي قيمة 800. فش نقول؟ نقول اف اكس، هذا الاف اكس سالب اف كوساين الزاوية، الزاوية جد 35. الاف مطلنا ياها احنا معلومة يعني جد قيمتها 800، فسالب 800 كوساين 35 وطلعوا النتيجة مالتها تساوي سالب 655 نيوتن. تمام؟ هسه طلع التحليل الثاني اللي هو ال اف واي. اف واي نفس الشيء، بما انه هو ابعد عن الزاويه فايش ياخذ؟ ياخذ ساين، ف 800 ساين 35. هاي الاف، هاي الساين 35. الاف ايش قلت عندنا معلومه عند السؤال؟ هي 800، ف 800 ساين 35، ساين 35 تطلع بالحاسبه وتضربها في 800 راح تطلع لك القيمه اللي هي ايش قلت؟ 459. بس هذا هو السؤال الاول، واضح فكرتي؟ ما بلا زوايا ولا تعقيد ولا اي شيء. زين سوينا شنو رايد مطينا شو اسمه المركبه وحللناها. السؤال الثاني عكس هذا الشيء، السؤال الثاني شو مسوي؟ مطيك التحليل وليد المركبة، التحليل مطيك هذا الـ fx تساوي 240 والـ fy هذا هو تساوي سالب 160. تمام؟ فالمركبة شلون طلعها؟ طلعها من خلال القانون f تساوي تحت الجذر الـ fx تربيع زائد الـ fy تربيع. فمجرد تأخذ قيمهم اللي هنا 240 تربيع زائد زائد بين قوسين سالب 160 تربيع وتجذرهم وطلع القيمة مالتهم 289 اي بي ام. بس هذا هو السؤال. طلعنا شنو طلعنا؟ طلعنا الاف. هسه شو يريد بالمطلب الثاني؟ يريد الزاوية. الزاوية قلنا احنا عندنا قانون واحد نستخدم عند الزاوية اللي هو تان انفرس. زين تان انفرس يساوي الواي على الاكس. زاوية تساوي تان انفرس الواي على الاكس. الواي هو مطلع بالسؤال هذا سالب 160 والاكس هم مطلع بالسؤال 240. فهنا بس تطبيق مباشر، سالب 160 على 240 اللي طلع لنا سالب 0.67. فتاخذ التان انفرس الى بالحاسبه يطلع في الزاويه تساوي سالب 33.70. هذا هو السؤال، واضح فكرته؟ واضح يا جماعة. الزاوية عندنا قانون واحد، الزاوية عندنا قانون واحد بس اللي أو عندنا يعني ضمن منهجنا يعني هواي قوانين تان انفرس. التان انفرس يساوي الواي على الاكس. زين هو الواي معطيك إياه بالسؤال، هذا الواي اللي هو جد قيمته سالب 160 سالب 100 على الاكس. الاكس جد قيمته مطلعها بالسؤال هم 240، فسالب 160 على 240 قسم طلعت النتيجة تقسيمهم، تاخذ التان انفرس لهم بالحاسبة يعني تطلع النتيجة سالب 33.70 هي هاي الزاوية. انت المطلوب
زين علاوي سؤال. تفضل حبيبي. بس عالرسم خلي الكاميرا. هذا رسم. زين اذا اجت يعني بدال الاف اوف الواي، هاي الاف اوف الواي. اي. اذا اجت هنا اف اكس وهناك اف واي، يعني تغيرت او نفرض طلعناها في السؤال هو. زين الثاني راح يتغير. اي زين بالثاني فيرس يعني هم يتغير. شوف هو قصدك اذا هنا الاكس وهنا شو اسمه الواي فوق لو شنو ما فهمت يعني. عندك هسه هاي الاف الاف واي هاي جاي شوفها اف واي زين نخلي بدالها اف اكس فرضا. شلون نخلي بدالها اف اكس؟ اف اكس لازم افقيه والاف واي عموديه. اي اذا يجي هيك سؤال يعني بالتان فيرس يعني هم جوا هم نغير بيها لو نبقيها نفسيته. هو شوف شو تسوي؟ تسوي هذا الواي على الاكس سواء هنا مثلا 240 مثلا هنا اعطيك بدل 260 تبغى اعطيك 240 فتقول 240 على هنا مثلا 160 240 على 160 الواي على الاكس كل الاحوال. واذا الاكس هنا صار راح يتحول يصير واي ما راح يصير اسمه اكس يعني راح يصير عمودي. مو هو الثاني يعني الثاني ناخذه قريب للزاويه يعني سفرضا اذا صارت الزاويه على محور واي بالتان مو فوق لازم يصير الافوف اكس على الافوف واي. ما نغلط بالجسمة ما نغلط بالزاوية هو الواي على الاكس. شوف وين الواي مو شوف وين الاكس بس دائما هو الواي على الاكس هو قانون واي ما نغلط بالزاوية الموقعها هو القانون هو الواي على الاكس. مو القانون منين جاي هو غير جاي من الساين على الكوساين؟ لا لا الواي على الاكس ما نغلط كوساين ساين هاي السوالف يعني اقصد على محور يعني المحور الواي يمثل الساين والاكس يمثل الكوساين. ما اعتقد ما اخذنا هيك شيء. مو انا لين شفت يعني باليوتيوب ويقول اذا فرضا على المحور اذا صارت الزاويه على المحور اكس يعني لازم تغلب يصير الاف او اكس على الاف او في الواي اف الواي اقصد. بعد تكمل تقول انه شو اسمه الاكس يصير بدال واي ما يصير يعني اذا صارت راح تتحول الاكس يصير واي. اي بس القانون هم ينقلب القانون هم ينقلب يتحول ما ينقلب راح ينقلب بس لو قاعد ينقلب ما راح ينقلب القانون هم راح يصير الواي اللي هو 240 على سالب 160 بعد ما قلبنا. تمام هذا شكرا عمري. زين حبيبي السؤال الأخير بالشابتر الثاني اللي هو هذا بس خلي أشوف السؤال اللي بالبي دي اف. هذا آخر سؤال بالمحاضرة هو آخر سؤال عندنا بالشابتر الثاني. لو بس فيها الرسم مال السؤال الثاني أهم شيء الرسم. السؤال الثالث الأخير هم مطلنا مثلث ما مطلنا زاوية لا مطلنا مثلث تمام بالواي الجد مطيك قيمته 3 والإكس 4 فأول شيء تسوي أستخرج الزاوية هاي. الزاوية هاي منين نستخرجها؟ نستخرجها من دائما من قانون التان انفيرس. فقول الزاوية تساوي تان انفيرس الواي على الاكس. هنا الواي وينه؟ الواي هنا 3 والاكس 4 فش تقول تان انفرس 3 على 4 فالنتيجة راح تطلع الزاوية قيمتها 36.8. احنا طلعنا شنو؟ طلعنا هاي الزاوية 36.8 هاي قيمتها تمام. هنا عندك ضلعين هذا الضلع الاول اللي هو الاف
وده ضلع الثاني بي. هو يريد المركبات مالتهم يعني تحللهم. فهاي التحليل على محور اكس وعلى محور واي. نعم بتحلل على محور اكس وعلى محور واي. تمام؟ فايش صار الرسم؟ بعد ما حللنا. واضح حد هنا؟ ما سوينا ايش الخوية هاي من خلال المثلث. اخذناها بالساعة. زين. الزاوية هنا شو راح تفيد معتها؟ نقول هنا الزاوية 36.8. تمام. خلصنا معتها. هنا عندنا زاوية قائمة. قد قيمة الزاوية القائمة 90 درجة. تمام؟ وهذا مثلث كامل هذا مثلث كامل. فالمثلث الكامل ليس الزاوية مالتهم 180. فش نقول 180 ناقص 90 ناقص 36.8. جينا نطلع عند الزاوية طلع عند الزاوية هاي. اللي جت قيمتها طلعت 53.2. تمام؟ هاي قيمة 53.2. زين. أسهل ليش طلعنا هاي الزاوية وهاي الزاوية؟ شو راح استفاد بعدهم؟ نقول هاي الزاوية نفسها هاي الزاوية بالتبادل. تمام؟ هاي استفادة من بعدها. وهاي الزاوية 53 بالتقابل هي نفسها هاي الزاوية. تفهموني؟ هاي الزاوية 36 تو طلعناها بالتبادل هي نفسها هاي الزاوية. وهاي الزاوية 53 بالتقابل بالرأس هاي تقابل هاي هما نفسها حصير 53.2. زين استنى هاي بالتبادل شنو استفاد معتها؟ أهم شيء احنا لازم نطلع هاي الزاوية لو هاي الزاوية زين احنا طلعناها هنا هذا مكانها شنو استفاد معتها؟ نقول هاي 36.8 بالتبادل مرة ثانية هي نفسها هاي الزاوية. شوفوا شلون احنا جايين نطلع الزوايا بالتبادل هي نفسها هاي الزاوية. فهاي 36.8 فاحنا طلعنا هاي الزاوية وهاي الزاوية شو اسمه ويا احدى المركبتين اللي حللناهم فحل السؤال. تمام؟ فهذا الاف حليناه السؤال مالته. نجي للبي. البي هنا شنو عندنا طلعنا بالتقابل بالرأس قلنا هاي 53.2 وهاي تقابلها بالرأس يعني هم نفس الشيء 53.2. تمام؟ فهنا بالتبادل هاي الزاوية 53.2 هي نفسها هاي الزاوية 53.2 واضحة؟ فطلعنا هاي الزاوية ويا احدى المركبتين اللي حللناهم فنحل السؤال. فشو ضل علينا؟ ضل علينا انه نقول هاي الزاوية الاقرب الها تاخذ كوساين. فش نقول سالب كي كوساين اللي هي اليسار هو كله تبادل. وهاي البعيدة هم تاخذ سالب. ليش سالب هنا؟ لان بالاتجاه الاسفل واي بالاتجاه الاسفل سالب بي ساين يعني بعيده 53.2. تمام؟ هنا بالاتجاه اليمين فموجبه تكون فاف هنا الاقرب لها لان الزاويه بينها وبين المركبه فايش قد راح تكون اف كوساين 36.8. هنا البعيده وللاسفل راح تاخذ السالب فسالب اف ساين 36.8. تمام؟ ونطلعها بال شو اسمه القوانين اللي عندي مثل بالساعة. فكرتها واضحة؟ يعني هو البي مطيك معلومات يعني معلومة البي عندي والاف معلومات فبس طلعنا شو اسمه الزوايا واللي هي المهمة. عندكم سؤال على هذا السؤال ولا لا؟ هو آخر شيء. عيد الرسم. أوكي. والمطلوب هو هذن المركبات اللي استخرجناها من التحليل هاي وهاي سالب بي كوساين الزاوية وهاي سالب بي ساين الزاوية هذا وهذا مطلوب وهذا مطلوب. كله تحليل.